يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأمراض السرطانية التي تصيب الإناث في فلسطين، وبنسبة 31.1% من مجموع السرطانات المبلغ عنها. يؤدي هذا النوع من المرض إلى وفيات بين الإناث بنسبة 24%. ومع بداية شهر أكتوبر تبدأ حملات التوعية بالسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته. يعني مجموع حالات الوفاة للسرطان في فلسطين 24% منهم بكون سببه سرطان الثدي، وبالتالي هي تعتبر نسبة عالية جدا. في حالات الكشف المبكر فإن نسبة الشفاء من سرطان الثدي تصل إلى أكثر من 95% كما تؤكده منظمة الصحة العالمية. من هنا تأتي أهمية هذا الشهر والوقاية من سرطان الثدي. كما أن 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرا لا تحتاج إلى علاج كيماوي. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إنه لا يوجد حاليا إلمام كاف بأسباب الإصابة بسرطان الثدي، لذلك فإن الكشف المبكر عنه لا يزال يمثل حجر الزاوية الذي تستند إليه مكافحة المرض، إذ ثمة فرصة كبيرة في إمكانية الشفاء منه في حال كشف عنه في وقت مبكر. أما عكس ذلك فإن فرصة علاجه غالبا ما تكون قد فاتت. طبعا هناك استجابة كبيرة جدا من السيدات، وهناك استوعاب لهذا المرض من قبل السيدات. هم في هذا المرض هو الحالة النفسية للمريض والمحيط فيه، إذا ما كان هناك تفاعل من قبل الأهل والزوج والزوجة والأخت والأخ والعائلة مع المريض بالتفاعل الجيد، يكون هناك طبعا استجابة أصلا للمرض من قبل الحالة النفسية ومن العلاجات التي يتم أخذها من قبل الأطباء والأخصائيين. ويحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى فلسطينيا من حيث الأمراض السرطانية، يليه سرطان القولون، فيما حل سرطان الرئة في المرتبة الثالثة. 40 حالة جديدة سنويا تسجل بسرطان الثدي من بين 100,000 امرأة في الأراضي الفلسطينية. أما عالميا وفي كل سنة تسجل 1,038,000 حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي. يعتبر شهر أكتوبر شهرا للتوعية في بلدان العالم كافة، نظرا لارتفاع معدل الإصابات بشكل مضطرد مع هذا المرض. ضياء حشية، الغد، رام الله.